السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين، اخباركم ايه؟ صباح الورد والياسمين. النهاردة اول يوم من ايام شهر رمضان، كل سنة وانتم طيبين. حبيبنا الرسول عليه الصلاة والسلام كان دايما بيقول دعاء حلو قوي في بداية شهر رمضان، كان يقول: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ودفع الأسقام والعون على الصلاة والصيام وتلاوة القرآن وتدبره. اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا حتى ينقضي، وقد غفرت لنا وتقبلت صيامنا ورحمتنا وعفوت عنا. اللهم ارزقنا صيامه وقيامه وتلاوة القرآن فيه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. كل سنة وانتم طيبين ونهاركم زي الفل. النهاردة جبت لكم فكرة حلوة قوي، جات لي النهاردة يعني الصبح وأنا بصلي الفجر كده. إيه رأيكم إن احنا نعمل كلنا جدول زي ده؟ أنا سميته جدول التسبيح، وكتبت فيه التسبيحات اللي هحاول ان انا اعملها ان شاء الله كل يوم، ورتبت الجدول 1 2 3 4 على حسب ايام الشهر الكريم. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله. طبعا احنا عارفين ان دي هي الباقيات الصالحات، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. عارفين طبعا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وكذلك الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام: والصلاة على الرسول من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه 10، والآخر خانة خلتها استغفار. وإحنا عارفين طبعا إن الاستغفار له ثواب عظيم عند الله سبحانه وتعالى، فبه تفرج الهموم وتفرج الكروب وتحقق به الآمال والأماني. إيه رأيكم لو كلنا نعمل جدول زي ده، إحنا وحبايبنا اللي قاعدين معانا في البيت، وهو كل ما تقول حاجة تعمل عليها صح يعني، وما تخليش يومك يعدي غير لما تملأ كل الخانات. أنا سبحتي دي 500 حبة. ممكن انت لو ما عندكش وقت تبدأ بسبحة 33، ممكن انك تبدأ بسبحة 100، وخلي فيه تنافس كده بين افراد العيلة في ان هم يملوا الجدول ده. اتمنى ان شاء الله ان الفكرة دي تعجبكم وتحاولوا ان انتوا تنفذوها. ياريت يكون التنافس بتاعنا في الخير، ويكون التنافس بتاعنا في ان احنا نجمع حسنات كبيرة جدا. احنا في شهر القرآن وشهر الذكر، وما زال لسانك رطبا بذكر الله. اتمنى لكم من قلبي يوم سعيد وصيام مقبول وافطار شهي، وربنا سبحانه وتعالى يقدرنا دائما على صالح الاعمال، وتقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال، وكل لحظة وانتم بألف خير. سلام، باي باي.